طبعا اول صندوق استثمار صناعي دي طبعا متخصصه للاستثمار، وده ايضا من مبادره ابدا في جميع القطاعات الصناعيه. وده بهدف ايه؟ بهدف تقليل الفاتوره الاستيراديه. احنا عارفين ان كل ما بنقلل الفاتوره الاستيراديه كل ما بيبقى عندك استيراد اقل، وتقدر تشتغل على صادرات اكتر، وتقدر تقدم اهداف المبادره. خليني اعرف مزيد من التفاصيل مهندس خالد حسن، مدير مشروعات مبادرة ابدأ. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ومساء الخير على كل المصريين يا فندم، كل سنة وعمال مصر بخير. وحضرتك بألف خير. كلمني عن صندوق الاستثمار. طيب، أولا بس أنا حابب كده أستعرض شوية أرقام قبل ما نتكلم عن الصندوق بالتفصيل. اتفضل. إحنا مبادرة ابدأ في خلال السنتين اللي فاتوا اشتغلنا على 84 فرصة صناعية، قدرنا نحول منهم 23 فرصة ل 23 مشروع قائم، في منهم اللي بدأ إنتاج بالفعل، في منهم اللي تحت الإنشاء، وعندنا 24 مشروع في مرحلة الدراسة لتجهيز المرحلة الثانية إن شاء الله من إبدأ، وعندنا 37 مشروع مستقبلي إن شاء الله بإذن الله. عشان برضو نتخيل حضراتكم 23 مشروع دول، التكلفة الإجمالية الاستثمارية ليهم تتخطى ال 62.5 مليار جنيه. الرقم ده عشان نتخيل قد ايه برضه هو كبير، هو ده بيمثل 28% من اجمالي الاستثمارات الصناعيه اللي اتحطت في مصر في اخر ثلاث سنين. تمام. وده بيمثل المرحله الاولى. واحنا بنشتغل في ابدا، كان عندنا ميزات بنبني عليها موجوده في الدوله، سواء بنيه تحتيه او شبكه طرق او مناخ استثماري بيتحسن يوم عن التاني بشكل افضل. أمالة حجم سوق، كان عندنا ميزات تنافسية كويسة جدا، وفي نفس الوقت كانت بتواجهنا تحديات. التحديات دي متنوعة، في منها اللي كنا بنشوف أفكار مع رجال الأعمال والمستثمرين، أفكار غير مكتملة. كنا بنشوف برضو في تحديات في إدارة المؤسسات الصناعية بشكل كبير جدا، بتؤدي إلى حدوث مشاكل في استدامة واستمرارية المشروعات. كمان كنا بنواجه تحدي كبير جدا في التمويل. التمويل ده كان دايما قدامنا أكبر عقد. فمن هنا كانت فكرة ابدأ ان احنا بندخل شراكة مع رجال الاعمال والمستثمرين علشان ننشئ مشروعات تهدف الى تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعات الحديثة في مصر. تمام. ولما بدأنا نشتغل لقينا حجم الفلوس اللي مطلوب او التمويلات اللي مطلوبة تمويلات كبيرة جدا، وفي نفس الوقت احنا لازم نتوسع في المحفظة الاستثمارية الخاصة بابدأ، ونوجد آليات مختلفة للتمويل المشروعات دي علشان نسرع المرحلة الثانية والثالثة للمبادرة. طيب. فجت من هنا فكرة إطلاق صندوق استثمار مباشر، وهو أول صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي في مصر. الصندوق ده يا فندم إن شاء الله هيكون إصدار أولي ب 2.5 مليار جنيه بمشاركة المؤسسات المالية ومجموعة من البنوك ورجال الأعمال، وإن شاء الله هيكون في إتاحة للأفراد للمساهمة في الصندوق، وهيطرح ان شاء الله في البورصه علشان نضمن بيه شفافيه كامله لكل الاطراف المساهمه. طيب اكيد. يعني هل هنا يا فندم الصندوق ده هيبقى زي صندوق ضمان كمان لمشروعات كتير من خلال عدد من المصانع، هيقدر برضو بسرعه يكون هو الضمانه اللي تحل مشاكل كتير وسريعه؟ طيب، الصندوق هو هنا يا فندم بيحل اكتر من مشكله. بيحل مشكلة تمويل لبعض المصانع، وخصوصا المصانع القائمة اللي محتاجة جزء من التمويل عشان تتوسع أو تزود الطاقة الإنتاجية بتاعتها، وفي نفس الوقت أنا بضمن بيه برضو المشروعات اللي هتدخل من المرحلة الأولى فابدأ، هي مشروعات خلاص اوريدي بدأت إنتاج، فبالتالي هيبقى في ضمان لعوائد استثمارية للمساهمين. المرحلة الثانية إن شاء الله بإذن الله هنزود الإصدار الثاني والثالث بإذن الله بعد نجاح الإصدار الأول للصندوق. إن شاء الله نتمنى الخير. الحقيقة أنا دايما ببقى سعيدة بمبادرة ابدأ، وعاملين يعني جهد كبير ونشاط كبير. نتمنى الخير بإذن الله، وإن شاء الله نشوف هذه النتائج بإذن الله في يعني الفترات المقبلة وتبقى واضحة تماما. مهندس خالد حسن، مدير مشروعات بمبادرة ابدأ، أشكرك شكرا جزيلا.